في 23 من نوفمبر 1951 ولدت الفنانة حياة أنديل، وهي صاحبة لقب سمراء السبعينيات، ووجهها كان مألوفا لكثير من الناس وخاصة المتابعين لأفلام السبعينات وبداية الثمانينات، لكن بعد اعتزالها في سن مبكرة اختفت عن عالم الأضواء والشهرة وأصبح الكثير من الناس لا يعرفونها. حياة الفنانة حياة أنديل مليئة بالأسرار والكواليس، وحققت نجاحات كبيرة طوال مشوارها الفني، ورغم ذلك اعتزلت مبكرا وابتعدت عن الفن وطالتها الإشاعات هي وزوجها الفنان الراحل بعد اعتزالها. في الفيديو ده هنكشف أسرار حياة سمراء السبعينيات وإيه سبب اعتزالها الفن، وليه قامت بأدوار الإغراء وإيه علاقتها بالدنجوان رشدي أباظة، وإيه أغرب تصريح صرحت بيه بعد اعتزالها. بنفكركم طبعا في بداية الحلقة لو دي أول مرة تتابعونا تشتركوا في القناة وتفعلوا جرس التنبيهات علشان تعرفوا كل جديد. الفنانة حياة أنديل ولدت في مدينة القاهرة عام 1951 وحصلت على شهادة الدبلوم في التجارة عام 1968 وما كملتش تعليمها علشان تتجه للعمل الفني، وقدمت أكتر من 30 فيلم للسينما المصرية منها السكرية، صوت الحب، الرصاصة لا تزال في جيبي، إمبراطورية ميم، حتى آخر العمر، واعتزلت العمل الفني تماما منذ بداية الثمانينات. حياة أنديل لمست أدوار الإغراء وجسدت فيه أكتر من عمل لدور فتاة الليل زي فيلم أين عقلي وفيلم دائرة الانتقام مع الفنان نور الشريف وفيلم المذنبون مع الفنانة سهير رمزي. وعلى الرغم من حالة التألق الفني اللي كانت بتعيشها حياة أنديل إلا أنها اتخذت قرار الاعتزال بشكل مفاجئ بعد زواجها من الفنان فكري أباظة شقيق الفنان رشدي أباظة وإنجابها شيماء، وقرار الاعتزال كان علشان تتفرغ لرعاية نجلتها الوحيدة، حيث وجدت انه من الصعب التواجد لفترات طويلة في التصوير والبعد عن نجلتها، ونفت في اخر حواراتها انه يكون زوجها وراء هذا القرار. وقالت حياة أنديل بعد اعتزالها: ليس هناك افضل من المكوث في بيتي مع زوجي وابنتي. الغريب ان حياة أنديل خرجت بعد اعتزالها لتؤكد انها غير مقتنعة بادائها في معظم افلامها، قائلة: بضحك كتير على بعض المشاهد لفرض سذاجتها، وانتقد نفسي في بعض المشاهد واقول كنت استطيع تقديمها بصورة افضل.